قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. نحن منتسبي سرية سيف البحر المجاهدة في مدينة دارية نتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة الداعمون من الجهات الإسلامية، ونخص بالذكر أهالي مدينة الزلاق في مملكة البحرين الشقيقة: الشيخ كمال الدسوقي، الأخ بدر سعود، الأخ عيسى فارس. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أرواحنا في سبيله، وأن يتقبل أموالكم في سبيله. دارية، 7 جماد الثاني 1434، الموافق 18/4/2013. تكبير! الله أكبر! الله أكبر!